فرنسا تعلن عداءها ضد المملكة المغربية، وهذا ما قامت به إثر زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية للجزائر. رد فلسطيني على الجزائر، عدم تدخل في الشؤون الفلسطينية وعدم تشبيه القضية الفلسطينية بقضية الصحراء أو النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. طرد 3 عملاء مخابرات جزائريون من نفس القمة التي تم الحديث فيها عن عدم إقحام القضية الفلسطينية في قضية الصحراء. شباب المخيمات تسريبات خطيرة جدا تبين تورط الجزائر في اغتيالات خطيرة. من الأمم المتحدة الجزائر تعرقل جهود الأمم المتحدة وتصر على إطالة أمد نزاع حول الصحراء المغربية. وأخيرا صفقة أسلحة الأولى من نوعها ستصل للمملكة المغربية للدفاع عن التراب المغربي. هذه أهم عناويننا اليوم من موقع المهاجر، ابقوا معنا للآخر لمعرفة التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام وزوار موقع المهاجر، كما العادة كما دائما معكم سفيان المرزوقي بآخر الأخبار وآخر المستجدات، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كما سمعتوا في العناوين ديالنا، أخبار مهمة جدا غنتحدثوا عليها اليوم. فرنسا يعني تعلنها رسميا في وجه المغرب وبكل وقاحة، لم تتبع خطى إسبانيا بل اتبعت العكس، على ما يبدو أن فرنسا تريد يعني معاكسة كل ما يقوم به الدول الأوروبية تماما. في الوقت اللي كانت كل الدول الأوروبية عاطية بالظهر للمملكة المغربية كانت فرنسا تظهر العكس، فحينما قامت كل الدول الأوروبية بدعم المقترح للحكم الذاتي المغربي قامت فرنسا بالعكس. غنشوفوا تفاصيل مثيرة جدا من الزيارة لرئيسة الوزراء الفرنسية للجزائر وبماذا قامت رئيسة الوزراء وكذلك وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها رمطال العمامرة. شنو هي الوعود اللي قدمت فرنسا للجزائر؟ على ما يبدو أن فرنسا تبعت مصلحتها وتظن أن مصلحتها مع الجزائر، لهذا يجب أن يكون الرد المغربي صارم. في العديد من المناسبات تكلمنا على فرنسا ولقينا يعني نقد من بعض الناس اللي على ما يبدو أن فرنسا عندهم في واحد المرتبة عالية. أنا كنفهم الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، كنفهم الحالة ديالها، ولكن اللي ما كنعذرهمش هما الناس اللي في المغرب وكيدافعوا على فرنسا. الجالية المغربية المقيمة في فرنسا نفهم موقفهم، ونحن أيضا جالية مغربية مقيمة في إسبانيا وفي العديد من الأحيان ندافع على المصالح ديال الدولة الإسبانية، وهذا بحكم الحياة ديالنا بحكم العديد من الأمور. فالجالية المغربية أنا كنقولها من هنا معذورون، ومن فوق أنهم معذورون نحن يعني نحس بالألم اللي كيعيشوه من خلال هذه الأزمات ما بين الدولة ديال الإقامة ديالهم والدولة الأم ديالهم، لأننا عشنا هذه اللحظات هذه في إسبانيا وكانت لحظات صعبة بطبيعة الحال. فنتفهم الجالية المغربية المقيمة في فرنسا ونتمنى لهم حظ سعيد إن شاء الله بإذن الله، وأن هذه الغمامة هذه تفوت وتمر بسلام، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نقول لكم أنكم تعيشون في أوروبا ولا خوف عليكم، واخا يكون اللي بغى يكون. ولكن فعلا فرنسا تعلن عداءها ضد المملكة المغربية. فرنسا اختارت يعني المصلحة ديالها فوق كل شيء، والمصلحة اللي كتبان لها حاليا فرنسا قدر نقولوا انها كتشوف امام ارجلها، ما كتشوفش في البعيد، ما كتشوفش على المدى البعيد، كتفكر فقط في التدفئة اللي خصها توصل حاليا، كتفكر فقط في يعني في الغاز اللي محتاجاه حاليا، وما فكراتش في المستقبل، لان المستقبل فعلا هو مع المغرب وليس مع الجزائر، وعندنا كل الدلائل على هذه الامور هذه وسبق وتحدثنا عليها متابعينا الكرام. والا ما كانتش المانيا غتقرب من المملكه المغربيه، ما كانتش اسبانيا، ما كانتش هولندا، ما كانتش الدول الاوروبيه كامله المجاوره لفرنسا غتطلب التقارب مع المغرب. فاجيو نشوفوا اش وقع وشنو هي الوعود اللي قدمت فرنسا من خلال زياره ديال اليزابيث بورن للجزائر رئيسه الوزراء الفرنسية. كان للجانب الدبلوماسي دور كبير في التبادلات والاجتماعات الثنائية التي عقدت في الجزائر العاصمة بمناسبة زيارة الوفد الكبير للحكومة الفرنسية برئاسة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يومي 9 و10 أكتوبر. هذا الحدث الذي كان يراقبه المغرب
بكل يعني تطوراته. تبادل رئيس الدبلوماسية الجزائري، تبادل رئيس الدبلوماسية الجزائري رمطال العمامرة مع وزيرة الشؤون الخارجية أو نظيرته كاترين كولونا. عدة قضايا الأكثر إثارة للاهتمام، هي الأكثر إثارة للاهتمام المغرب وقضية نزاع الصحراء. تقارير المخابرات المغاربية في هذه الحالة المصنفة على أنها حساسة وتعتبر ذات أولوية مطلقة للجزائر، سمحت للمفاوضات مع باريس للجزائر بالحصول على وعد، نعم الوعد الذي يبدو أنه ساهم كثيرا في المصالحة الفرنسية الجزائرية التي بدأت منذ زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر العاصمة في الفترة من 25 إلى 27 غشت. ويضيف المصدر ذاته أن هذا الوعد يدور حول موقف فرنسا الرسمي من قضية الصحراء المغربية، وأضافت أن كاثرين كولونا تعهدت رسميا لرمطان العمامرة بأن تؤكد له أن فرنسا لن تتبنى الموقف الأمريكي ولن تنحاز علنا إلى المغرب. شنو كنستنتجو من هنا؟ كنستنتجو أن الجزائر قبلات من بعد الإهانة اللي تلقاتها من رئيس أو رئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون، قبلات أن العلاقات ترجع دون اعتذار دون أي شيء، فقط يعني شغلها الشاغل ماشي هو الكرامة ديال المواطن الجزائري، ماشي هو الكرامة ديال الجزائر، ماشي هو هادشي هذا كامل، شغلها الشاغل هو فقط الصحراء المغربية، وأن فرنسا تقدم لها التزامات بأنها لن تدعم مخطط الحكم الذاتي. ولكن نقول للجزائر انتظري، ففرنسا تبحث عن مصالحها لا أقل ولا أكثر، فلا تفرحون جدا. وهذا الوعود كنظن أنكم تلقيتوها من العديد من الدول اللي فتحت حاليا قنصليات ديالها في الصحراء المغربية، وما تستغربوش بزاف لأن هذا هو المستقبل القادم لا أقل ولا أكثر. ففرنسا دائما مع مصلحتها، ما تفرحوش بزاف للتقارب مع فرنسا، فمازال غادي تشوفوا العجب ان شاء الله باذن الله. ندوزوا للخبر الموالي متابعينا الكرام، وهنا بعجاله غادي نخليكم مع واحد يعني الامر تسمعوه اللي هو مهم جدا واللي هو فلسطيني، باش ما باقيش خطره اخرى اي كرغولي يدخل يقول لك فلسطين حنا مع فلسطين، فلسطين كتبرأ منكم وكتطلب منكم تعطيوها باتزاع. خليكم معنا وما تمشيو فين. لجنة تصفية الاستعمار المحترم، السادة ممثلو البلدان الأعضاء المحترمون، يصادف هذا العام الذكرى 47 لاندلاع النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية المغربية الذي بقي دون حل إلى يومنا هذا، وكثيرة هي القضايا التي يمكن أن تثار بهذه المناسبة، من بينها أهمية تعزيز حقوق الإنسان، تطوير المشاركة السياسية، وتسريع التنمية، وتقوية المؤسسات المنتخبة. لقد قدمت المملكة المغربية في العام 2007 مقترحا للحكم الذاتي كأرضية صلبة للتفاوض من أجل حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف، ووجب التذكير بأن الأمم المتحدة وكل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أكدوا في العديد من المناسبات على الحل السياسي للقضية، والواقعية تقول أن الحل الوحيد هو الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة المغربية. وفي عام 2016 والقوات المسلحة لبوليزاريو ماض في سياسة تهديد أمن هذه المنطقة العازلة، وفي تحد صارخ لدعوات الأمم المتحدة وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات 2414 2440 الذي تم التأكيد فيهما على ضرورة أن يضع البوليزاريو حدا لهذه الأعمال المعززة المزعزعة للاستقرار. على صعيد السياسة الخارجية، سجلت المملكة المغربية تحولا مفصليا في قضية الصحراء المغربية وعددا من المكاسب التي انعكست إيجابا على هذا الملف، ومنها الاعتراف الدولي والوازن والمتزايد بمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي، إضافة إلى الموقف الذي سجلته الدولة الإسبانية باعتبارها الدولة الاستعمارية السابقة للإقليم بالخروج من موقفها السلبي إزاء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وتأييدها للحكم الذاتي كبادرة قوي كمبادرة قوية من شأنها أن تمنح سكان الصحراء إمكانية تسيير شؤونهم بأنفسهم وحدهم وبالموارد والاختصاصات اللازمة. كما وجب التنبيه والتنويه إلى أن ملف الصحراء المغربية ليس بشبيه عن القضية الفلسطينية كما يروج البعض، وأن لا تعارض بينهما كما لا تشابه بينهما، وطالت حتى سرق أيضا رمزية التمثيل السياسي والتفاوضي الفلسطيني، وأخذوا يشبهون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجبهة بوليزارو كممثل لسكان الصحراء. وهنا لا مقارنة من حيث المرجعيات القومية والأيديولوجية والتاريخية للطرفين. ومن جهة أخرى وفي إطار العلاقات المغربية الفلسطينية، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشدد دائما وفي كل مناسبة على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. وعلى صعيد العلاقات المغربية الجزائرية، فقد اعتمد المغرب منذ سنوات على نهج اليد الممدودة للجزائر عبر مبادرات متتالية من قبل جلالة الملك ودعواته إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة. أحدث تلك الدعوات أطلقت مؤخرا في خطاب جلالة الملك في الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، بعد صدور قرار الجزائر قطع علاقاتها مع المملكة المغربية ولأسباب غير مبررة من الناحية الموضوعية، يتضح أنه يتناقض مع تطلعات الشعوب المغاربية للتواصل وتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مقومات وإمكانيات متاحة لمواجهة التحديات المشتركة. الجزائر اليوم مدعوة لتغليب صوت الحكمة والانخراط بشكل جدي. كما سمعتوا الإخوان، يعني القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية اللي يلاه تحدثنا عليها مؤخرا، عاد كيف وقلنا لكم ان ميليشيات البوليزاريو بتفويض من الجزائر كيحاولوا يسرقوا القضية الفلسطينية. فهو فلسطيني كيقول لكم خليوا القضية الفلسطينية عليكم في اتساع، ولا داعي للمقارنة، لان لا ليس هناك اي مجال للمقارنة. حتى الراية كما سبق قلنا لكم ديال فلسطين حاولوا يسرقوا الشكل انه كيشبه لها باش يبكيو على الدول العربية، ولكن الدول العربية عارفة شنو كاين، كلها وضع يدها في المملكة المغربية وبقية الجزائر وحيدة. وفي هذا يعني اللقاء اللي كان فيه السيد هذا تبت ان كان هناك ثلاث عملاء مخابرات جزائريون وتم طردهم. طرد ثلاث عملاء مخابرات جزائريين من داخل اروقة الامم المتحدة حاولوا التشويش على المغرب. طرد رئيس الجلسة الاستماع في اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة ثلاث مرتزقة عملاء المخابرات الجزائرية من داخل القاعة لتسللهم وانتحالهم الصفة. وحاولوا العملاء المدفوعين من طرف النظام العسكري الجزائري التسلل إلى قاعة الاجتماع يتم التصدي لهم من رئيسة الجلسة بشكل صارم، ومنعتهم من الدخول لأنهم لا يحملون الصفة القانونية للحضور. وكان وفد مغربي استعرض تقرير منجزات المملكة في جلسة الاستماع، حيث حاول العملاء الجزائريين تشويش على التقرير لكن تم طردهم. فالجزائر كانت عارفة القاصح اللي جايها من هذه المنطقة هذه. ندوزوا الخبر الموالي متابعينا الكرام، وهنا كذلك نسمعوا تسريبات صوتية خطيرة للغاية. أمس في المباشر الى بقيتوا عاقلين الاخوان، لقيت واحد الخبر وقلت لكم حذاري، وماشي اول مره كنقول حذاري من الاعلام ديال البوليزاريو. علاش كنقول حذاري من الاعلام ديال البوليزاريو؟ لان الجزائر تقوم بقتل ميليشيات البوليزاريو، ماشي الميليشيات، مدنيون من مخيمات تندوف، وكتبغي تمسحها في المملكه المغربيه. ولكن كاين تسريبات صوتيه كذلك اللي كتبين الحقيقة، وكتبين على أن شباب المخيمات في تندوف وصل بهم يعني الكاس يعني لدرجة الفيضان، لأنهم ما بقاوش كيتحملوا ذاك الظلم اللي كينزل على الشباب، وكذلك العائلات ديالهم ما بقاوش كيتحملوا الظلم اللي كينزل على الأطفال ديالهم وعلى الشباب ديالهم. فاجيو نشوفوا من قلب مخيمات تندوف اش كيتقال على الجزائر. عاش يهدد بالجزائر، تعرفوها ما قد حد يقول لي كذب، انا ما نقول لك كذب، تعرفوها انت كاملين اني ما نقول لك كذب.
شعب كامل يهدد بالجزائر، ورانا كي قلت كلمه رانا كي تنقمز عليك الجزائر، ورانا كي تنخفى، ورانا كي يعدل لك يعدل الخالي الاحمد. تعدوا الجزائريين اللي مجموعه الصحراويين اللي قتلوها بدم بارد اليوم، واللي بلغنا عنها في الوقت قبال قبال المناسب، وبلقت بها جميع المنظمات الحقوقيه، وبلقوا بها جميع مندوبين الدول للأعضاء في الأمم المتحدة، هي واللي صبحت البوليزاري ومطبلينها اليوم دائرة بياناتها على أنها مجموعة من الصحراويين قاتلها القوات الغازية وقوات الاحتلال الشمالي. عباراتهم هو ذيك اللي أكل عليها الدهر شرب، وبالتالي هما سبب قتلهم هو هذا اللي ينقاله الحليف، هذا اللي ينقاله الدولة الحاضنة، هذا اللي كانت الناس مكبرة فيه الكرش، وهذا اللي كانت الناس داير تدفع وداير توامان. بالتالي اليوم ولي على الصحراويين وعادي يقتلهم، عادي يقتلهم بدم بارد، وهذا غير مقبول لا أخلاقيا ولا إنسانيا. وحتى إذا عادوا الجزائريين لا يحتضنون ويقتلوا أولادنا بهذه الطريقة، طز فيهم وتصف احتضانهم، ولا ندورهم يحتضنونه ولا يكثر خيرهم به. عموما تحياتي لكم وتشكراتي. أخي فاضل، أعزائي الأكارم، هذا الموضوع ديال القتل المباشر، إما الغير مباشر وإما اللي الأضرار والقتل الإنسان في كل شيء، في حريته، في إرادته، في رغمة عيشه، في حياته، قتل حريته، قتل إرادته، قتل ديمقراطيته، قتل عمره، قتل وقته. هذا ابدأ من أول احتضار افتتاح هذا الوكر اللي قال له مخيمات البوليسية، اللي ما وجدت قدامها إلا أدوات القتل، إلا معسكرات القتل، معسكرات للمتاجرة، مأساتها وآلامها وجوعها في هذه المخيمات اللي هي. كما سمعتوا الإخوان، هذه هي فضيحة الجزائر، وباش تعرفوا بأن الأمر ماشي كذب وماشي تلفيق، بأن فعلا هادشي هذا مسرب من مخيمات تندوف. هانتوما كي كتشوفوا في الصورة، جريدة الرسول الإسبانية تحدثت على هذه الأمور هذه، وقالت بأن هناك ثورة داخل مخيمات تندوف، وحتى يعني الإعلام ديال بوليزاريو هو تحدث على هناك غضب داخل صفوف الشباب في المخيمات. لكن علاش؟ حيتاش قوات الضغوط هنا حاولوا بطبيعة الحال، هنا شكون هو رأس الفداء؟ هنا الناس كيتحدثوا على الجزائر، ولكن كبش الفداء غيكون هو إبراهيم غالي. كيحاولوا ما أمكن يهضروا على القيادة ديال بوليزاريو، ولكن الناس اللي كاينين في المخيمات فعلا يعني هم منزعجون من قيادات البوليزاريو، ولكن يتحدثون بصفة أساسية على الجزائر. فهنا الجزائر كتسخر الابواق ديال البوليزاريو باش يحيدوا التهمه على الجزائر، ولكن التهمه لاصقه في الجزائر، ما كاينش شي حاجه اخرى. ان هنا الناس من المخيمات كيقول لك بركه ما تقتل في ولادنا الجزائر، بركه ما تبتل على العالم. هادشي علاش من قلب الامم المتحده، من قلب هيئه الامم المتحده، هناك يعني تنديد بما تقوم به الجزائر في هذا الملف. الأمم المتحدة، الجزائر تعلقل جهود الأمم المتحدة وتصر على إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية. مقدمو ملتمى الصحراويون، الأمم المتحدة نيويورك، ندد مقدمو ملتمى الصحراويون الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بإصرار الجزائر على عرقلة جهود الأمم المتحدة وإطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية لخدمة أجندتها في المنطقة. وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد باهي العربي العضو السابق بجماعة البوليزاريو الانفصالية ورئيس مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هادو ناس اللي كانوا في يعني مع ضمن البوليزاريو وانفصلوا عليهم لأن لقاو القضية غادية في طريق آخر وماشي في صالحهم.
أن الدولة الحاضنة لمخيمة تندوف تحاول إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء من خلال مقاطعتها لمسلسل الموائد المستديرة الذي اعتمدها مجلس الأمن، وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار بعد أن تأكدت من رفض المغرب رفضا قاطعا تقسيم الصحراء الذي اقترحته الجزائر. فالجزائر كتحاول تطول الأمد ديال هذا النزاع هذا باش تربح المغرب، ولكن المغرب جاي باش يدافع على الأراضي ديالو، وكما قلنا لكم غادي يدافع المغرب على الأراضي ديالو. هيئة الأمم المتحدة كتقول الكلمة ديالها، المغرب ملتزم بالقانون الدولي، ومن كان يقول أن المغرب ليس ملتزم بالقانون الدولي فهم ميليشيات البوليزاريو، وهما اللي ولاو دابا كيحتجوا على هيئة الأمم المتحدة، هما اللي ولاو كيرفضوا القرارات ديال هيئة الأمم المتحدة. أما المغرب ملتزم الحدود الساعة فما بقاش من غير الدفاع على الوحدة الترابية، لأن هاد الناس هادي ما بغاتش تصغى. فالمغرب وفي الخبر الأخير متابعينا الكرام غادي توصل بأسلحة الأولى من نوعها. إسرائيل تجري مباحثات لبيع أسلحة وتكنولوجيا متقدمة للغاية للمغرب بعد عامين من تطبيع العلاقات. من بعد رجوع العلاقات مع إسرائيل، المغرب كيستعد لاستقبال أسلحة متطورة للدفاع عن وحدته الترابية، لأن هاد النوع من البشر مبقاش معهم الكلام، ومبقاش معهم هيئة الأمم المتحدة، مبقاش معهم القانون الدولي، رفضوا القانون الدولي، رفضوا كل شيء، كيرفضوا كل القرارات الأممية، فما بقاش أمام المملكة المغربية سوى الدفاع عن وحدتها الترابية. يجري مسؤولون الإسرائيليون الذين يمثلون شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية مباحثات مع المغرب من أجل بيع أسلحة بتكنولوجيا متقدمة، وهي نفس المباحثات التي تجرى مع البحرين والإمارات اللتين بدورهما كان قد طبع العلاقات مع تل أبيب منذ عامين وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. وحسب ذات المصدر فإن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبلدان العربية الثلاثة ساهمت في إنعاش سوق الأسلحة الإسرائيلية، حيث فاقت مبيعات إسرائيل في الأسلحة لهذه البلدان العام الماضي 3 ملايير دولار، وبالتالي رفعت العائدات الإسرائيلية من بيع الأسلحة بشكل عام خلال السنة الفارطة إلى أكثر من 11 مليار دولار. وأضافت الصحيفة المذكورة أن الشركة الإسرائيلية باعت للدول العربية منذ تطبيع العلاقات في سنة 2022 العديد من الأسلحة، خاصة أسلحة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن متعاقدي الشركات الإسرائيلية يجرون مباحثات مع المغرب والبحرين والإمارات من أجل بيع الدول الثلاث كل شيء من تكنولوجيا الرادار المتقدمة إلى أنظمة الأمن السيبراني. كما أشار تقرير وول ستريت جورنال أنه إلى جانب صفقات السلاح التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب، تم توقيع اتفاقيات أخرى عديدة، من بينها اتفاقية إنشاء مصنعين في المغرب سيكونان متخصصين في صناعة الطائرات بدون طيار الدرون العسكرية. غير أن صفقات السلاح التي أبرمتها إسرائيل مع البلدان العربية الثلاثة تبقى حسب الصحيفة الأمريكية منحصرة في الأسلحة الدفاعية، بينما الأسلحة الهجومية المتقدمة لم يتم بعد الموافقة عليها من طرف الحكومة الإسرائيلية، مرجحة أن لا يحدث ذلك في وقت قريب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا خلال العام الماضي وبداية هذا العام العديد من اتفاقيات التعاون والدفاع العسكري، كما تم إبرام العديد من الصفقات التي مكنت المغرب من الحصول على العديد من الأسلحة الجوية والأنظمة الدفاعية من الشركة الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الحربية. ويتوقع أن يرتفع التعاون الثنائي بين الرباط وتل أبيب في مجال الدفاع بشكل أكبر في السنوات المقبلة في ظل سياسة التطبيع والتقارب السريع الذي يقوم به الطرفان في مختلف مجالات، وهو الأمر الذي بدأ منذ دجنبر من سنة 2020 عندما وقع اتفاقية لاستئناف العلاقات الثنائية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل جاء تحت الوساطة الأمريكية التي قدمت بالمقابل اعترافا بسيادة المغرب على الصحراء لإتمام صفقة تطبيع بين تل أبيب والرباط. وهذا هو الأمر الذي يزعج الجزائر، لأن الجزائر كانت تريد أن تبقى المملكة المغربية دولة ضعيفة لا يمكنها الرد لكي يتم الاستيلاء على أراضيها أرض تلو الأخرى، ولكن ما مشاتش الرياح بما تشتهي سفنهم لحسن حظ المملكة المغربية. فالمغرب له صفقات تسلح مهمة جدا، كما سبق قلنا لكم متابعينا الكرام هذه واحد السنة اللور، قلنا لكم أن أعطيوا المغرب واحد 3 سنوات وإلا بقات الجزائر علات معها الرأس غادي تشوفوا ذاك الساعات والقناة أمامكم ونحن أمامكم دائما. هذه هي الأخبار ديالنا اليوم، أتمنى تكون لقاتكم ثم بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. نشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور، تكونوا دائما في أحسن الأحوال، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.